اهلا بحضراتكم من جديد في مفتاح حياه برعايه كابيتال هيلز. الفقره الثانيه زي ما قلنا لحضراتكم عن تراخيص البناء واشتراطات البناء الجديده. الرساله اللي جات لنا بالظبط بتقول: في البدايه عايز اقول لكم اعذروا جهلي بالقانون، انا بقالي 15 سنه خارج مصر، يا دوب شهر زياره في السنه بقضيه مع العائله وبرجع جري على شغلي في دوله خليجيه. اشتغلت كتير، حوشت فلوس كويسه، اخيرا قررت انزل واقيم في القاهره بشكل مستمر لان الاولاد كبروا لازم اكون جنبهم. في اخر فتره سفري بعت فلوس اشتريت بيها ارض في مدينه جديده، قلت ابني عماره تلم الاولاد والاشقاء في بيت واحد، في نفس الوقت ابني بيت صغير في قريتي للاجازات لان عيب كمان ما يبقاش لي بيت في بلدنا. المشكله ظهرت لي لما بدا اطلع التراخيص، اللي بيقول لي التراخيص ممنوعه، واللي يقول لي لا في اشتراطات جديده لازم تنفذها، واللي يقول لي واجهه العماره لازم تكون مش عارف كام متر، واللي يقول لي لازم موافقه اربع جهات، واللي يقول لي مفيش بناء في الريف اصلا. دي كانت رساله الاستاذ صلاح الدين عبد الرحيم اللي بعت لنا التساؤلات دي. خلينا نحاول نجاوب على معظم التساؤلات ونفهم حضراتكم باختصار دايما وبشكل مبسط عن اشتراطات البناء الجديده وفكره تراخيص البناء مع الدكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد. بنرحب بيك دايما يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم وكل الساده المستمعين. اهلا وسهلا بحضرتك. هو سال سؤال يعني انا بساله بس يعني اعذر برضو جهلي في السؤال لاني حاطط نفسي مكانه، وهل تراخيص البناء موقوفه فعلا وخصوصا في الريف؟ لا، يعني احنا بنقول ان البناء ليه اشتراطات في اجراءات ما كانتش موجوده قبل كده، كان قبل كده البناء كان هيصه زي ما هو كان معروف للجميع، وكان اي حد عايز يبني في اي مكان وبعدين ياخد الموافقات، بعدين ياخد التصاريح، بعدين كان يتصالح. الامر اللي كان في سنه من السنين ان هو انت كنت ممكن تبني على اراضي زراعيه تعمل عايز تعمله، كنت تستنى مثلا بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه، كان ساعتها بيكون مثلا قبل انتخابات مجلس النواب، الكلام ده طبعا قبل 2011 ايام انتخابات الرئاسه، فكانت تعتبر هديه من الرئيس تسمح للناس انها تبني على الاراضي الزراعيه. تمام؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب دلوقتي بقى الوضع اختلف، دلوقتي في ضوابط ومعايير اخواننا على البناء، خاصه في البناء على الاراضي الزراعيه. الكره دي وما تحمل من اراضي زراعيه نقدر نقول عليها قصه يعني ثروه للدوله، ثروه للمصريين وثروه للدوله الاراضي الزراعيه دي، وتمثل امن. طبعا اصبح في شروط لازم تاخد الموافقه الاول قبل ما تبني، لازم يكون الارض ليها واجهه او يكون ليها عرض لا يقل عن 8.5 متر، لازم مساحه الارض ما تكونش اقل من 175 متر. على فكره مش اقل من 175 متر عشان تتبني بالكامل، اكتر من كده لازم تسيب مسافات معينه، او لازم يكون فيها جراج، لازم تاخد الموافقه انا قلت وتدفع تراخيص البناء. طب في الحته دي كان في بعض الاراء يعني او حاجه من خلال برضو انا قراءتي ومعرفتي ان في الحالات اللي زي دي كده كمان الترخيص لازم يقدم له مكتب هندسي. بالفعل اللي يقدم لك على الورق في المركز التكنولوجي في الوحده المحليه او في المحافظه اللي انت تابعها لازم يكون مهندس. مكتب هندسي هو اللي يعمل لك الرسوم والاشتراطات والموافقات، علشان هو المهندس يتاكد الاول ان تمام، المهندس يأكد الاول انك انت قانوني. جو المقاولين بتاع زمان، مقاول هو اللي واخد الارض وبيبني والكلام ده ما بقاش موجود. كان ساعتها النظام اللي كان سائد لدى جموع المصريين في القرى والمدن والاقاليم ان يبقى في مقاول ويجيب اسطمبه معينه، اسطمبه هندسيه معينه تتبني. عشان كده تلاقي اغلب المدن اللي موجوده في محافظات الصعيد وفي محافظات الدلتا هي رسمه معينه، وده يعمل زيها ده يعمل زيها، بغض النظر بقى الوجه بحري ابلي، المساحه كبيره المساحه صغيره، في هواء تطل على النيل تطل، يعني ما كانش الكلام ده فارق معاهم. لكن احنا بنقول ان بقى في قواعد واشتراطات بقت دلوقتي موجوده عشان يكون في تنظيم اكثر للسوق العقاري اللي حكمته العشوائيه في اخر 20 سنه او 30 سنه على الاقل. طيب انا زي ما قلت دي الحته بتاعت الريف. هو بقى الراجل عنده قلق في فكرة انه هيبني في القاهرة في اي مدينة من المدن الجديدة وعايز ارض برضه وبيبني، هو اشتراها خلاص، فهو قلقان من كلمة اشتراطات البناء الجديدة، حاسس بخضة، حاسس انه بيقول هعدي على اربع جهات وهعمل مش عارف ايه. هو قلقان ولسه مش يعني هو بيقول عذره جهلي، فعشان كده هو قلقان. نطمنه ازاي او نبسط له الموضوع ازاي؟ طيب برضو عايزين نقول نرجع للريف. الريف طبعا الاراضي الزراعيه ممنوع البناء عليها. تمام. البناء بتطب على الارض فرديوني المباني والارض المبوره اللي سبق تبويرها، مش يجي واحد يبور اليومين دول يقول هبني، ولازم ياخد الموافقه قبل ما يبني.
اللي هيتعرض للإزالة وهيتعرض للمساءلة القانونية. الوقت الهيصة والفوضى انتهى، زمن الهيصة والفوضى انتهى. مظبوط. ده بس عشان أكمل كلامي بخصوص الريف. أما فيما يخص المدن فأنا قلت لها اشتراطات وفقا للشارع، خلاص كده كده المدن دي مناطق مصرح فيها بالبناء، ولكن بقى في اشتراطات جديدة وقواعد جديدة. القواعد إن هو الشارع اللي أقل من 8 متر هيبقى دور أرضي، هيبقى دور أرضي وطابقين فقط للعقار. اما اذا كان الشارع من 8 ل 12 فهيكون طور ارضي وثلاث ادوار. ولو كان الشارع اكبر من 12 بالبناء بارضي واربع طوابق. طبعا بيستثنى المباني ليها استثناءات معينه اللي بتطل على الميادين، الشوارع الكبيره قوي في اماكن بتبقى فيها استثناءات من المحافظه والكورنيش يعني، وده بيبقى نسبتها قليله جدا جدا جدا. طيب برضو تحت الارض برضو علشان بس نكمل اخر حاجه تحت الارض، اذا كانت الارض 175 متر بيتم عليها البناء بنسبه 100%. طيب كان بقى بيتكلم على برضو فكرة في جهات أربعة، وكان بعض الناس كانت كتبلنا حتى يعني أنا دي الصراحة ما كنتش عارفها، إن بقى في موافقة من إحدى الجامعات أو كليات الهندسة أو حاجة زي كده، أنا مش عايز أقول حاجة غلط بس هل في حاجة زي كده؟ أنت حضرتك المهندس بتاعك لما بياخد الرسومات الهندسية والموافقات والخلافه، المهندس بتاعك لما بياخد موافقات بيوديها المركز التكنولوجي للوحدة المحلية اللي انت تبعها. مظبوط. انت بترد عليك بعد اسبوعين كده؟ مظبوط. او المركز التكنولوجي بيرد عليك بعد اسبوعين، بيودي الورق ساعتها بتفحصه الجامعة اللي تابعة ليها المحافظة دي ان الشروط الفنية تتناسب، يعني مفيش اي حاجة غير فنية تتناسب. ده اللي مقصود بالجامعة، انت مش هتتعامل مع الجامعة، ده المركز المحافظة او الجهة المختصة هي اللي هتاخد الموافقات من الجامعة بشكل جماعي يعني. طيب هو ما يخافش يعني الاجراءات هتبقى بسيطه، شروط البناء الجديده مش اللي هو بقى احنا دلوقتي هخلصها خلاص موضوع الريف، لكن في المدينه هو مش هيعاني او مش هيلاقي مشكله او ما فيش حاجه تضخيم للموضوع او هيدفع زياده او الكلام اللي بيتقال ده يعني. لا طبعا مش هيدفع زياده، ولكن طبعا الارتفاعات ما بقتش زي الاول. انا زي ما قلت ان المساحه لو 175 متر هتبني عليها بالكامل. طيب اكتر من 175 متر هتبني على 70% فقط، وتسيب بقى مساحات بينك وبين الفوارق دي هتكون بينك وبين العماير اللي جنبك. فهمت قصدك حضرتك، احنا بنشكرك طبعا دايما. اتفضل يا دكتور. لا وبقوله لازم يكون فيها طبعا جراج وتكون عرضها على الشارع لا ما يقلش عن 8.5. بنشكرك يا دكتور والله على التوضيح ده، وان شاء الله كمان ننزل المداخله دي لكل مستمعينا واستاذ صلاح عبد الرحيم اللي بعت لنا، وان شاء الله يكونوا يستفيدوا. وبنشكرك دايما على تحليلك المبسط والوافي دكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا ليك.